السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا جيت لهنا للطريق الشمالي الشرقي كما كتشوفوا معايا هنا، وهذا طريق مداري الشمالي الشرقي، وبالضبط بالقرب من جنبات ديال ملعب أدرار بمدينة أكادير. ملعب أدرار الخوت اللي كيعرف مجموعة من الإصلاحات وأشغال التهيئة بسبب أن مدينة أكادير غادي تحتضن بصفة رسمية منافسات كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025. في غالب الأحيان تحتضنها في الصيف ماشي في الشتاء، نظرا لأن الأشغال مازال قائمة، كاين أشغال اللي هي مهمة بزاف، خصوصا أن كما كتشوفوا معايا هنا هذا غادي يكون هنا غيكون هنا باركين في غالب الأحيان. حسب آخر لقاء ديالي مع المسؤولين على الشركة ديال كاتري كيمو، أخبروني بأن هنا غيديروا فيها باركينغ، مكان ديال توقف ديال السيارات. الملاحظات اللي عندي هنا على المشروع هي أن لحد الآن مازال ما كاينش شي خروج إعلامي ديال الشركة ديال تي جي سي سي باش تشرح لنا الطبيعة ديال الأشغال. اولا كما كتشوفوا معايا هذا الحجر هذا نورمالمون في الصوره ديال مدينه اكادير كيخيبها واحد شويه. علاش؟ لان هادشي كلشي خصو يتقلي من هنا، ان فاش لحتنا داك الفيديو كاين مجموعه من الناس اللي كيشبهوا هذا الملعب هذا بسجن قاره ولا ما عرفت كيفاش قالوا ليها هما. حنا ما كنبغيوش شي حاجه اللي تسيء السمعه ديال المغرب، خصوصا اننا ابناء المغرب وكندافعوا عليه بكل قوه، واكادير راه جزء لا يتجزا من المغرب. اذا كنطالبوا من الشركه ديال تي جي سي سي انها دير لنا واحد الخروج اعلامي وتشرح لنا هذا المشروع هذا، شحال هي مده الاشغال وشحال الميزانيه ديال المشروع واش غادي يكون في المشروع. واش فهمتوني؟ بحال دابا انا كاع مهتم بهذا الميدان هذا ديال سميتو ديال المشاريع الملكيه، ورغم ذلك لقيت واحد الصعوبه انني نتوصل بالمعلومه. هذه مسؤوليه ديال الشركه ديال تي جي سي سي، ومسؤوليه حتى ديال الشركه الاخرى اللي مشرفه على هذه المشاريع اللي هي اكادير سوسماسا اميناجمون، اللي هي شركه سوسماسا التهيئه اللي حتى هي كما كنعرفوا كاين واحد الغموض اعلامي كبير عليها وما كتعطيش المعلومه للمواطن الاكاديري. اذا كما كتشوفوا معايا هنا كما قلت لكم في غالب الاحيان هنا غادي يكون ان باركينغ، واحد المكان ديال توقف السيارات. ونعاودوا نذكروا بان مدينه اكادير غادي تحتضن المنافسات ديال كاس افريقيا للامم، كاس افريقيا للامم اللي كما كتعرفوا اليوم غادي تعرف اجراء مقابلتين هامتين. كما كتشوفوا معنا هما الاشغال هادو منظر عام الاشغال. هنا كاينه الشركه ديال كات ايكيبمون، كات ايكيبمون سو تريتون مع تي جي سي سي. الناس اللي كيفهموا في هاد الدومين هادي كيعرفوا شنو هي لا سو تريتونس. هو واحد النوع من الشراكة ما بين جوج شركات، والشركة النائلة للصفقة بحال دابا الشركة النائلة للصفقة هي تي جي سي، تي جي سي سي اللي هي ترافو جينيرو دو كونستركسيون دو كازابلانكا، مع الكات ايكيبمون. كات ايكيبمون حتى هي شركة اللي كاينة في الدار البيضاء. كنتمنوا لهم النجاح والتوفيق في هذه المهمة ديالهم، لأن هذه المهمة اللي هي صعبة. كما كتشوفوا معايا هنا اللي قادو هذا الباركينغ هذا باش يكون مكان ديال توقف السيارات. حنا بالنسبة لتي جي سي سي كنطلبوا منها أنها تخرج خروج إعلامي اللي هو بسيط، اتصلوا بالصحافة اللي يعني المشاريع الملكية، راه كاين مجموعة من الصحف و
الورقيه والرقميه اللي كيهمهم هذه المشاريع الملكيه ويعطيوهم دي زانفورماسيون على المشروع من ناحيه الميزانيه ومده الاشغال وطبيعه الاشغال. هادشي راه حق كيضمنوا الدستور المغربي. زعما احنا المواطن خصو يعرف اش واقع في بلاده وفي مدينته. يعني هما هادو الصور ديال الاشغال ديال الباركينغ يرجعوا لكأس إفريقيا للأمم. قلنا بأن مدينة أكادير غادي تحتضن كأس إفريقيا للأمم سنة 2025، واليوم كما قلنا لكم راه كاين لقاءين نصف النهائي ما بين اللقاء الأول سيجمع ما بين فريقين نيجيريا مع جنوب إفريقيا، واللقاء الثاني غادي يجمع ما بين الفريق اللي حقق المعجزات في الكوب دافريك اللي هو الكوت ديفوار، الذي رجع بفضل الانتصار ديال الفريق الوطني المغربي بعد ان هزم الكوت ديفوار باربع اهداف لصفر في اللقاء ديالو في المجموعات. وعاد بقوه وهو في نصف النهائي غادي يواجه فريق الكونغو الديمقراطيه. انا شخصيا خدام العشيه، اذا غادي نشوف غير الدوزيام بيطا ديال اللقاء الاول ان شاء الله. نشوفوا اللقاء القوي اللي غادي يجمع ما بين الكوت ديفوار مع الكونغو الديمقراطيه. ان شاء الله غادي تكون فرجه ممتعه للجميع. بالنسبه لليوم ان شاء الله راه كاين ثاني المحبين ديال فريق حسنيه اكادير، كاين لقاء غادي يجمع ما بين فريقي حسنيه اكادير مع فريق اولمبيك اسفي. غير هو داروا التوقيت مع 6 العشيه، ما غاديش يكون حضور جماهيري كبير لان غالبيه الناس غادي يفضلوا انهم يتفرجوا في الدومي فينال ديال الكوب دافريك. حتى البرمجه ديال البطوله المغربيه خصها تراعي ان كاين الناس اللي مهتمين بمسابقات الافريقيه، خصوصا هاد كاس افريقيا للامم اثبتت على الصعوبه ديالها والتنافسيه ديالها. لكن كما كتشوفوا معايا هنا هادو هما اشغال كيبانوا لي هنا ما غاديين زعما بواحد السرعه اللي هي كبيره، ما كاينش ماشي بحال داك الاول. حتى العدد ديال الاليات ما كاينش اليات كبار كثيره، ما عرفناش السبب شنو هو السبب، ولكن حنا كنتمناو الافضل مدينة اكادير الافضل للمغرب. نحاولوا نشوفوا ديك البلاصه الاخرى واش فيها الاشغال. البلاصه الاخرى الخوت غادي يقادوا فيها تيران ديال التدريب، راه انتم اللي متبعين معنا راه عارفين اش كاين. هنا راه كما قلت لكم هنا كاينه كات ايكيبمون سو تريتون ديال هذا البروجي هذا، خدامه مع سميتو مع تي جي سي سي. اذا تما غادي يكون تيران ديال التدريب، غادي يحول الاتجاه ديال سميتو ديال المرمى غيحولو، كان بالطول غادي يولي بالعرض. هاد المعلومة المسؤولين اللي قالوها لينا، مسؤولين على المشروع هما اللي قال ليك اسيدي راه غادي يحولوه. إذن هذا هو التيران الثاني. بالنسبة لدوك الآلات راه كيديرو ليهم الإصلاح. المهم حنا راه كنحاولو نقلو عليكم الصورة من الورش اللي هو هدا. في انتظار ان قنوات اخرى يلتحقوا بينا، حنا لحد الان ما كاينش قنوات بزاف اللي كينقلو هاد المشاريع هادو في مدينة اكادير. كاين جهود اللي هي قليلة بزاف. كما كتشوفوا معايا تما فاش كاين ديك الاله ديال الحفر تما، فاش غادي يقادو تيران جديد ديال التدريب. راه هي تبان لكم كاتربيلار تما مع الدوسان، غادي ينزلو يمكن النيفو ديالو باش يتقاد مع هذاك.
لكن هنا دابا هو اللي مشكله. هادو هنا دابا هنا اللي خاصهم يقادو كما كتشوفوا معايا هنا هاد لابارتي هادي كامله، لانه لا يعقل ان جنبات ديال الملعب ديال مدينه اكادير اللي هو ملعب ادراب يبقى بهذا الشكل هذا. انتم كتشوفوا معايا هنا فاش غادي يقاد التيران ديال التدريب. اغتنم الفرصة للتذكير بالمواعيد الرياضية العامة اللي هي حسنية الأكادير ضد فريق أولمبيك أسفي اليوم على الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب، وذلك بملعب أدرار بأكادير. نفس التوقيت كاين لقاء ما بين فريق نيجيريا فاز باللقب 3 مرات سنوات 1980 1994 2015 مع جنوب افريقيا فائز بلقب وحيد سنة 1996 على الساعة 9 مساء. لقاء كوت ديفوار فائز بلقبين مع كونغو فائز بلقبين. التذكير كذلك بأن المنتخب المصري قام بتعيين كرة القدم بالطبع قام بتعيين أسطورة كرة القدم المصرية العربية حسام حسن قيادة المنتخب الوطني المصري فراعنة في الاستحقاقات القديمة اللي هي إقصائيات كأس العالم. راه درت لكم واحد الكومينونتي واحد الستاتيو على الألقاب اللي عنده سواء مع الأهلي سواء مع الزمالك سواء مع المنتخب الوطني المصري، دا معاهم 3 بطولات ديال كأس إفريقيا للأمم 86 98 2006 2006 كان عنده 40 سنة. ما يحز في النفس هو أن المنتخب الوطني المغربي اللي كيتقاضى الناخب الوطني وليد الفكراكي 60,000 أورو شهريا خرج بخفي حنين هذه المسابقة الإفريقية. ما يحز في النفس كذلك أن فوزي القشاع عينا دريس شحتان اللي ما عنده حتى شي علاقة بكرة القدم لا من قريب ولا من بعيد وأرسل معه وفدا أشباه الصحفيين إلى كوت ديفوار على حساب أموال الدولة 100 صحفي اللي دا معهم إلى 150 صحفي. حتى الأسئلة ما تعرفوا يسولوهم، حنا اللي ماشي صحفيين نعطيهم نوريهم اش غادي يسولو. هادشي غير للتذكير فقط. لكن ما كتشوفو معايا هو هذا الورش هو التيران وهذاك خصنا نفتخرو بهذا التيران واخا هكاك لانه راه ديالنا ما شي حاجه اللي ديالنا. وانا دخلت ليه صراحه تيران اللي هو زوين. الملاحظات اللي عندي على داك التيران شنو هو لطواليط الطواليط هما الملاحظات اللي عندي. الكراسه كاين شي كراسه اللي هما خصهم يتبدلوا كاملين وداك الشيء على ما اعتقد راه غادي يقادوه فاش سميتو غير خصهم يقادوه نورمالمون. دابا داك الشيء خصهم يقادوه دابا قبل ما هذاك وبدا فيك هذوك الكراسه وداك الشيء خصهم يتبدلوا كاملين دوك الكوابل خصهم يتبدلوا كاملين ويتنقاو. انا هادو هما الملاحظات اللي عندي والله اعلم. الا كان شي واحد كيتفرج فينا ودخل التيران يعطينا يعطينا زعما الملاحظات ديالو على التيران هذا والتفاعل ديالكم راه هو اللي كيطلع القناة. المهم حنا هاد الصباح هذا راه ما خدامينش سمحنا بديك الطريق
التسريع الحضاري ما درناش التغطيه اليوميه سمحوا لينا، جينا لهاد التيران هذا نوريكم اش كاين، نحاولوا نكملوا الفيديو نطلعوا ليه نشوف اش كاين تما، نحاولوا نقربوا لهنا لهاد الجهه هذه، هاد الجهه هذه هي الخطره صورت لكم البارح، هذا ملعب ديال التدريب، هذا غيتحيد حتى هو، هذا 100% غيتحيد، هذا اللي مقاود معايا دابا، هذا حتى هو غيتحيد وغادي يتبنى، غيتبنى دابا ما يبقاش دوك سميتو دوك الخشبات ديال المرمى ما غيبقاش طولا، غيوليو عرض.